سحر جعفر، مرحبا. انا مهندسه فلاحيه، واخترت الكونغفو الرياضات الدفاعيه بصفه عامه كهوايه ملي انا صغيره شاركت. وكل قبل وقت اللي انا كنت نترينا ونتدرب على الاول بالكل، ما فماش اقبال بالكل للبنات، معناها كانت ديما تلقاهم اولاد في القاعات الرياضيه الكل. راهو نحكي مش كان القاعه نتاعنا، مش كان النمر الابيض، معناها تويكا بدات تتبدل العقليه بشويه بشويه. انا اول مدربه نتاع كونغفو في المدرسه نتاعنا، من بعد وليت انا ندرب في بنزرت، وليت ندرب في العاليه، وليت ندرب في راس جبل، ندرب كيف في المتلين. معناها كي يشوفوا الناس المدربه اول حاجه امراه، دونك يتشجعوا يعطيوا الثقه باش يدربوا اولادهم عنا وكل شيء. وكيف ما نشوفوا قاعدين، معناها ظاهره العنف ديما عملوا تتزاد، معناها ماذا بينا تويكا كل الاولياء ماذا بيهم ديما يلقاو اولادهم عنده حاجه هكا اللي يدافع بها على روحه. من اهم الرياضات اللي هي الكونغفو، على خاطر فيها رياضه الدفاع عن النفس، معناها جزء من الكونغفو هو رياضه الدفاع عن النفس. الرياضة هذه تعطيك ثقة كبيرة في النفس، دونك إذا كان أنت شخصيتك قوية، متدرب مليح، عندك الآليات الكل، عندك ما تقول في روحك، ما ينجموا كان يحترموك. معناها أنا إنسانة نشوف في روحي محترمة بالكدا، يسمعوا كلامي، يسمعوا نصائحي، وإن شاء الله تويكا قاعدين نقدموا بالكلام ذا متاعنا، وإن شاء الله الكل نراوهم في أعلى مستويات. يا عسلامة، أنا يسرى بن ناصر، نقرا بريمير اني فاك سيونس انفيرميير، أنا نترين من دوزيام اني. اخترت الرياضة هذه يعني الفنون القتالية على خاصة زوز حاجات. الحاجة الأولانية اللي خلتني نجم ندافع على روحي في وسط المجتمع، خاصة بالظواهر اللي قاعدين يظهروا تو واللي هما ديجا متفشين من قبل، كيما التحرش الجنسي، العنف اللفظي، توس ساعات عنف جسدي. تنجم تدافع على روحك، تنجم تلقى كيفاش تندمج في وسط المجتمع الصعيب، خاصة في الوضع تو الحالي. والحاجة الثانية اللي نجم نركز في قراءتي. اول حاجه هما ديما الاولياء يحبوا يكون الطفل نتاعهم ولا الطفله نتاعهم متميزين في القرايه. هذه اكثر حاجه تخليها رياضه الكونغفو في الصغير، خاطر هو باش يتالق، ينحيك الشحنات السلبيه من بدنه، باش يجري، باش يلعب مع اصحابه، باش يتعلم حاجه. دونك ديما هذاك يخليه انسان متوازن، وبالتالي باش يخليه زاد متوازن في قرايته. احنا لهنا في المدرسه نتاعنا ياسر نشجعوا على القرايه، عمرنا ما نفصلوا بين الرياضه والقرايه، ديما حاجه مرتبطه ببعضها. معناها ابسط حاجه كيف ياخذوا شهايدهم، كيف ياخذوا الجوائز نتاعهم، ديما نحتفلوا بهم التلميذات نتاعنا لهنا، معناها باش نوريهم اللي القرايه والسبور ديما يمشوا مع بعضهم. حبينا ولا كرهنا، المراه التونسيه ياسر ضغط عليها، راهي تخدم البر في الدار، هي اللي مسؤوله على الدار، هي اللي مسؤوله على تربيه الصغار، دونك عايشه ضغط كبير. بالعكس اي امراه نشجعها باش تمارس هوايتها في العلن،
مارسوا هواياتكم يا نساء، وخليوا رواحكم ديما متألقين و keep shining كيف ما نقولوا، معناها لازمكم ديما تتألقوا في أي حاجة تعملوها، أي حاجة تعرفوها صحيحة، بالعكس هذيك باش تخرج لكم الطاقة السلبية اللي تتشحن نهار كامل في الأجسام نتاعكم. دونك قد ما تفرغك الطاقة السلبية قد ما أنت تجم تواجه الحياة، قد ما تجم تكون معناها سورتو متزنة في حياتك، في عائلتك، في خدمتك، في كل شيء. ديما بالعكس اجبدوا معاكم الناس الهوايات نتاعكم، مش تحشموا بهم، عمرك ما تحشم بحاجة تعمل فيها في الحلال كيف ما نقولوا.